يا ليا، حننتقل لنتعرف عن الهلوية. هي رحلة روحية بين السماء والأرض تسمو فيها النفس لترتقي إلى درجة الصفاء الميلوية التي اشتهرت ضمن الفلكلور الديني وما زالت تمارس طقوسه حتى اليوم، وتحديدا في المناسبات الدينية. خلونا نتابع التقرير التالي مع بعض. الميلوية هي أحد الطرق الصوفية الإسلامية، أسسها الشيخ جلال الدين الرومي، ويشتهر أتباع هذه الطريقة برقصة السماع، حيث يعتبرونها إحدى طرق ذكر الله. معظم الأشعار التي تلقى في الميلوية ألفها الرومي، ولهذه الرقصة أجواء انتقلت عبر القرون إلى وقتنا الحالي، ولها لباسها الخاص التنورة البيضاء والأحزمة والقبعة والخفة، ولهذه الرقصة أداء خاص يتدرب عليها المؤدي. تنتشر هذه الرقصة في سوريا وتركيا وعدد من الدول الإسلامية. ومتابعينا، أكيد بصباحنا، دمشق تميزت عبر الزمن بتقاليدها الروحانية وتراثها الدين الإسلامي يلي ازدهرت فيها، مما شكل نسيج من العادات والطقوس الداخلية بتكوين حياة أهلها، ومن هي الطقوس الإنشاد الديني وما يتفرع عنه من طرق الأذان وأذكاره والتوشيح الدينية الخاصة بمناسبات معينة وأوقات محددة من العام. خلينا نحكي أكثر عن الإنشاد ونسمع أكيد أكثر. بيصيرنا نرحب بالمنشد محمد برنية. صباح الخير ورمضان كريم. رمضان كريم عليكم، كل عام وأنتم بألف خير. وأنت بألف خير. وأيضا بدي رحب بكرم جوهر منشد وضابط إيقاع. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. صباح. كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. يسعد صباحكم، رمضان صباحك كريم، نعاد عليكم وعلى عائلتكم وعلى سوريا الحبيبة أكيد بالخير والصحة والسعادة يا رب. حياكم الله وكل عام أنت بألف خير. وأنت بألف خير. بالبداية خلينا نحكي عن الإنشاد الديني، نعرف أمتى نشأ الإنشاد الديني. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في البداية أنا عندما أذكر بالإنشاد نذكر كل عياتنا زمان أيام توفيق المنجد. أول ما نسمع توفيق المنجد نحن بنقول انه ها بلشت ريحه رمضان تجي. تاسيس الانشاد اللي احنا عندنا هون بسوريا بدايته بالفرقه برابطه دمشق القديمه وتطور مع الايام. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني في بعض من المنشدين زاد على هذا الانشاد، كان من زمان الانشاد يكون بمجال الصلاه على النبي بحلقات الذكر. بعدين تطور الانشاد اصبح سبحان الله يدخل ماده الدف، بعدين صار يدخل شغلات مثلا اسمه الكاتين، بعدين شيء صار شيء الات موسيقيه مثل الدرامز، وتتابع هذا الامر. نعم. ما كل مين امتلك صوت حلو هو بيقدر يكون منشد، هي اكيد بدها من الصغر بدها تكنيك بالصوت محدد. خلينا نحكي عن المنشد، شو ميزاته، شو بيتمتع وكيف بيقدر هو يطور حاله، وخاصة يمكن بالشام في اساتذة كتير كبار يمكن من الصغر بيحتضنوا الاطفال يلي عندهم صوت حلو وبينمون. الأول شيء الإنشاد هو عبارة عن رسالة، وكمان الإنشاد هو عبارة عن أمانة دعوية لله تعالى ولرسوله. بقى الإنشاد أول شيء لازم يكون الواحد صاحب صوت جميل
وصاحب موهبة عالية، ومن الصغر إذا كانت هاي الموهبة موجودة بنميها وبيشتغل على حاله. يعني كثير حابين نسمع مقطع من الإنشاد. إيه بسم الله الرحمن الرحيم. هنحكي شيء عن رمضان. أوكي. بسم الله. بس المايك. خير الشهور أظلنا رمضان أهلا شهرانا، خير الشهور أظلنا رمضان أهلا شهرانا، وفيت بالخير لنا يا فوزنا يا سعدنا، خير الشهور أظلنا رمضان أهلا شهرنا، معراجنا لربنا تسمو به أرواحنا، معراجنا لربنا تسمو به أرواحنا، وليلة القدر به وليلة القدر به كألف شهر بدهرنا. خير الشهور أظلنا رمضان أهلا شهرنا، شهور أظلنا رمضان أهلا شهرنا، خير الشهور أظلنا رمضان أهلا شهرنا، وفيت بالخير لنا يا فوزنا يا سعدنا، خير الشهور أظلنا رمضان أهلا شهرنا، قد جاءنا شهر الخيرات فيه تتنزل الرحمات، قد جاءنا شهر الخيرات فيه تتنزل الرحمات، رمضان قد جاء إلينا، رمضان قد جاء إلينا، شهر المودة والبركات، خير الشهور أظلنا رمضان أهلا شهرنا، شهور أظلنا رمضان أهلا شهرنا، خير الشهور أظلنا رمضان أهلا شهرنا، وفيت بالخير لنا يا فوزنا يا سعدنا، خير الشهور أظلنا رمضان أهلا شهرنا، إن لم تشهد ذا المشهد مل إلي واشرب شرابا يحمد من يدي من يدي، واحذر فاللحظ لا دعاش على الندى ما حرج. بسام عما سحر ناظري بالوشم حلت برو عضضي، بسام عما سحر ناظري بالوشم حلت برو عضضي، شمس بدت بدر يا عيني والصبح تبلش. إن لم تشهد ذا المشهد مل إلي واشرب شرابا يحمد من يدي واحذر فاللحظ لا دعاش على الندى ما حرج. بسام عما السحر ناظري بالوشم حلت برو عضضي، شمس بدت بدر يا عيني والصبح تبلش. إن لم تشهد ذا
الشهادة من إلي من إلي واشرب شرابا يحمد من يدي من يدي واحذر فلاح ظل أدعج على الندى ما حرج يا أبو هالصوت وشكرا كثير على الاجواء الحلوه مثل ما شفنا الناس كمان كانوا عم يصوروك ونحبوا كثير سيد محمد خلينا نحكي شو بيتميز الانشاد بالشام انشاد مميز بالشام عن كل العالم ليش اول شيء بالروحانيه ثاني شيء المنشد عندنا بيجتهد على حاله كثير يعني هي اللي سالتك اياها من شوي ما كفيت لي جوابها يمكن نسيت شو سالتيني والله من الصيام شوي بيأثر يعني المنشد بيشتغل على حاله عنا كثير ودائما يعني بيخترع لكل مناسبه قصيده لكل مناسبه شغله جديده لرمضان بيخترع شغله جديده ما بياخذ تبع السنه القديمه لا بيخترع شغله جديده وعندنا مثلا نحن الاداء الجماعي للفرقه بيكون قوي ككورال عندنا مثلا ضفنا شغلات على الايقاع مثلا مثل درامز مثل الكاتم هي مثلا فرق برا ما اشتغلوا عليها مثلا زياده وسبحان الله يعني الله الموفق دائما الناس بتحكي بالفرق الشاميه والفرق السوريه سبحان الله الحمد لله تمام خلينا نحكي عن التطور اللي صار بالانشاد الديني شو فرق يعني من زمان عن هلا برايك انا كنت قلت لك يعني قبل شوي انه دخلت الالات وصير شغلات مثلا بالعلامات الموسيقيه صارت تفرق انه مثلا في شيء دخل اسمه الهارموني في شيء اسمه القرار في شيء اسمه الجواب من زمان كانوا ما بيصير يعتمدوا على موضوع الكورال يعني مثلا من زمان كانوا وقت يقعدوا المنشدين رحمهم الله توفيق منجد وابو حرب وكلياتهم رحمهم الله هذول اسيادنا وتاج راسنا ومتعلم منهم كانوا يحطوا ميكروفون واحد ويشتغلوا كلياتهم عليه برمضان هيك كان من زمان اما هلا اختلف كل واحد صار له ميكروفون كل واحد صار له ايقاع بدق عليه مثلا دخل مثلا موضوع اسمه القرار هذا بيطلع قرار هذا بيطلع جواب هذا بيطلع هارموني بيصير في تداخل بالطبقات يعني منأدي شيء مادة تكون كثير حلوة نعم هاي الاختلافات ولشهر رمضان المبارك أكيد له طقوسه أكيد. والإنشاد ضمن شهر الخير يمكن متواجد دائما وبيعطي هاي الروحانية أكثر وأكثر خلينا نحكي عن ارتباط شهر رمضان المبارك بالإنشاد والتقرب من الله من خلال الصلاة أكيد. من خلال الإنشاد أكيد اليوم قلت لك أنا المنشد هو يعني صاحب رسالة اليوم أنا كمنشد برسالتي اللي بيسمعني كمذنب بيقول يا الله انا شو هالاداء هذا شو هالصوت حلو شو هالكلمات يعني انا بدي اختار الكلام الحلو مع اللحن الحلو عشان احسن اوصل الرساله اللي انا بدي اوصلها مثلا انا حكيت عن الذنوب بقى اللي بده يسمع هيك اللي كان مثلا تارك للصلاه او اللي عامل ذنوب بيرجع بيستغفر انا حكيت عن موضوع الصلاه على النبي مثلا اللي تارك مثلا موضوع الصلاه على النبي بيرجع بيصلي على سيدي رسول الله بيعمل مثلا ورد له مثلا اللي تارك مثلا رضا الوالدين انا بعمل مثلا انشودي عن رضا الوالدين بختار الكلام الصح واللحن الصح والطريقه اللي انا بحسن اديها انه توصل للمستمع وخصوصي هلا موضوع انه احنا الشباب يعني موضوعنا كلياته احنا متجه للشباب بخلي انا اسمع هاي القصيده بحيث انه اتاثر فيه انا بتاثر فيه بدي انا يعني اتاثر فيه يعني حال ومقال يعني اذا سمع كلام عن الذنب يرجع ويتوب الى الله عز وجل اذا سمع كلام عن المحبه كمان يكون مع اهل الحب وهكذا اكيد عم يطلبوا مننا بالكنترول كثير من الانشادات بس يعني. احنا بدنا نسمع شو بتسمعونا حلو يعني انتوا شو بدكم نسمعكم انت شو حابب على راسك يلا تفضل يا مجيب المسائل يا امل كل سائل يا جزيل الفضائل جود يا ذا الجلال دائم اللطف يا الله 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 يا عظيم النوال فرج الهم يا الله انت يا خير والي فرج الهم يا الله انت يا خير والي مجري الماء بالعود يا ودود اسالك جود مجري الماء بالعود يا ودود اسالك جود من سواك انت مقصود وانت عالم بحالي دائم اللطف يا الله 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 يا عظيم النوالي
يشيل همي يالله انت يا خير والي فرجي همي يالله انت يا خير والي يا مجيب المسائل الله يا امال كل سائل الله يا جزيل عظيما والي فرجي الهم يا الله انت يا خير والي فرجي الهم يا الله انت يا خير والي صاحب المن يا من الله من يواليك يا من الله انا يا سيدي يا عظيم النوالي فرجي الهم يا الله انت يا خير والي فرجي الهم يا الله انت يا خير والي الله 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 يا رسول الله 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 يا حبيب الله يا معدن الأنوار يا محمد يا خيرة الأخيار يا محمد يا معدن الأنوار محمد يا خيرة الأخيار يا محمد جاءت لك الأحباب الله يا خير خلق الله 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 يا رسول الله 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 يا حبيب الله أتيت بالقرآن يا محمد بالحب والإتقان يا محمد نورت للأكوان نورت للأكوان يا خير خلق الله 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 يا رسول الله 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 يا حبيب الله يا ربنا اغفر ذنبنا واحمي شامنا ربنا ربنا يا ربنا اغفر ذنبنا واحمي شامنا ربنا ربنا ضاقت بنا الأحوال والدمع منا سال ضاقت بنا الأحوال والدمع منا سال فرج إلهي الهم الله ارفع إلهي الكرب الله وارحمنا يا مولاي يا ربنا اغفر ذنبنا واحمي شامنا ربنا ربنا يا ربنا اغفر ذنبنا واحمي شامنا ربنا ربنا فرج إلهي الهم وما بنا قد عم فرج إلهي الهم وما بنا قد عم وارفع إلهي الغم وارفع إلهي الغم وارحمنا يا مولاي يا ربنا الله اغفر ذنبنا واحمي شامنا ربنا ربنا قمت ليلا يا ربي الله عيناي تذرفان تحكي ألما وتشكو
تحكي ألما وتشكو قسوة هذا الزمان. يا ربنا اغفر ذنبنا واحمي شامنا. ربنا 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 يسلم هالصوت. شكرا عن جد، عن جد يعني عيشتونا باجواء مليئه بالروحانيات ومليئه بالروحانيات وهيك وقت نسمع كلمة الشام وين ما كان يمكن هيك. ربي يحمي الشام وأهل الشام. آمين. آمين. يا رب يفرج عن الشام، يرفع عنا الوباء. آمين. ويحمي شبابنا يلي عن جد كلنا فخر فيكم. الله يحمي لكم صوتكم ويحمي لكم هالمواهب يا رب، وناطرينكم بحلقات جاية أكيد. شكرا كثير لكم. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير ونعاد عليكم بالصحة والعافية، وشكرا لكم استضافتنا. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. شكرا لكم، رمضان كريم، نورتوا صباحنا اليوم وعيشتونا بطقوس ولا أحلى من هيك. شكرا لكم. الله يبارك عمرك. الله يتقبل يا رب. شكرا لكم، الله يجزيكم الخير، ونعاد عليكم بالصحة والعافية. شكرا سيد محمد. شكرا سيد كريم. شكرا لكم.